أما دلوقتي فهبدأ معاكم بفقرة هنتكلم فيها شوية عن أفضل حالات الميك أوفر اللي عملناها في أول حلقات برنامجنا. طبعا تقدروا تشوفوا كل صور الحلقات دي وتتواصلوا معنا عشان تقدروا تشاركوا في الميك أوفر من خلال صفحتنا على الفيسبوك قمر14/makeover باكينة من الحسين. أول حلقة عايزة أكلمكم عنها هي حلقة هبة عصام. هبة كانت ما عندهاش مشاكل كتير إلا في الأسنان والشعر. هي عندها 21 سنة، بشرتها كويسة وجسمها وطولها كانوا مظبوطين جدا، بس أسنانها زي ما انتوا شايفين كانت مشكلة كبيرة في الصف الأولاني اللي فوق، كان محتاج شغل كتير جدا. احنا عملنا لها التركيبات دايما على الأسنان عشان شكلهم يتظبط وتقدر تضحك بكل ثقة. أما لون شعرها فأنا اخترت أن أنا أغيره من اللون الأورنج ده للون وقصة مناسبة لسنها وبشرتها. اخترت لها لون الشوكليت براون وقصة شعر قصيرة عشان تليق عليها. تاني حلقة هي حلقة عائشة الشامي. هي خبيرة تجميل، كان عندها مشاكل في بشرتها وتجويف تحت العين، كان عندها تجمع دهون كمان في منطقة الدقن اللي تحت دي، وكانت كمان محتاجة تظبط مستوى الحاجبين عشان يكونوا في مستوى واحد، وإحنا زبطنا لها كل المشاكل دي من خلال حقن الفيلر والبوتوكس. الحقيقة ده فرق جدا في شكل الوجه زي ما انتوا شايفين في الصورة. اما اخر حلقه هنتكلم عنها النهارده هي حلقه كريستينا فخري. كريستينا ما كانتش مشاكلها كتير، لكن احنا عملنا لها حاجه جديده خالص عليها، خليناها تعيش تجربه الموديل وتعمل فوتو سيشن لنفسها وتلبس من تصميمات مصمم الازياء العالمي سوشا، وغيرنا لها كمان في شكل الحاجبين من خلال البيرمننت ميك اب. كريستينا كانت مبسوطه جدا من التجربه لانها كانت اول مره تعمل فوتو سيشن وتلبس تصميمات جديده خالص عليها وعلى شخصيتها.